بعد هاشتاغ ارحل أخ نوشي بسبب زيادات متتالية للأسعار، المحروقات بالمغرب والتي وصلت عنان السماء ويكتوي بنارها أغلب المحروقات بشكل رسمي منافس على القضية وقال بحرف إدائي. استغل البعض الزيادة العالمية في المحروقات لإثراء خزائنهم وإثر أنفسهم بشكل غير مقبول، فإننا سنجهز بذلك. وأعلن أحمد رحو أن مجلس المنافسة سيعيد فتح ملف المحروقات مجددا وبشكل فوري. وكشف المتحدث ذاته أن مجلس أطلق دراسة حول ارتفاع أسعار المحروقات ضمنها حلول لتقديم مقترحات للحكومة، وفعل معلن أن التقرير المفصل عن الدراسة سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيقدم توجيهات في هذا الصدد. وأوضح رحو أن المجلس المنشغل للغاية بتأمين القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن هناك عوامل خارجية تسببت في ارتفاع الأسعار، لكن الرئيس لمجلس المنافسة عدل يشدد بقوله في حال وجود تجاوزات سنقوم باتخاذ الإجراءات الصارمة.